الله يرحمه الملك فيصل، يعني هذا قائد يعني لم يتكرر في تاريخ الجزيرة العربية. ملك فيصل بن عبد العزيز هو اللي وقف ذيك الوقفة سنة 74، وهو اللي خلى كيسنجر يركب الطيارة ويرجف إلى الرياض، فهمت كيف؟ يطالب الملك فيصل بإيقاف الموضوع هذا. ولازلت أذكر الصورة هذه اللي تجمع بين الملك فيصل وكيسنجر. ما شفت كيسنجر أنا يعني وجهه دليل وصاد عنه حتى ما يطلعه، فهمت كيف؟ وكيسنجر دليل، فهمت كيف؟ وانتقاما من الصورة هذه سوى مؤتمر صحفي في مطار الرياض، يعني قبل لا يركب الطيارة، وقالها علنا أنه محادثتي مع العاهل السعودي كانت غير ناجحة، لم أستطع إقناعه لإيقاف النفط عن أمريكا، وأنا نصحته أنه يتوقف عن زراعة القمح السعودي، فقال لي إحنا نبي أمن غذائي لشعبنا. قلت له إحنا نقدر نورد لك القمح الأمريكي إلى مطار جدة بأرخص من سعر التكلفة اللي عندك. قال له أبدا، إحنا من اليوم ورايح راح نعتمد على أنفسنا. فأنا أقول لكم يا شعب السعودية، إذا تقدرون تشربون النفط في المستقبل شربوه، وسنمنع عنكم القمح. قالها في مطار الرياض. ليش؟ لأنه كان يحس بغصة بمرارة. كيسنجر هذا اليهودي الألماني الداهية كان طبعا